سورة البقرة آية 263. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. فضل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. نعم، يبقى المن والأذى يبطل الصدقات، ومثل الله له بهذا المثال، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، يعني لا تمنعوا قبول الصدقة والثواب عليها بالمن والأذى، أي بالمن على الناس وإيذائهم. ومثله بهذا كالذي ينفق ماله رئاء الناس، وقراءة أبو جعفر رياء الناس، الذي ينفق ماله رياء الناس، مراعاة للناس وللشهرة، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني لا ينتظر الثواب في الآخرة. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، والصفوان هي الصخور الملساء، الصخرة الملساء تسمى صفا، وصفوان زي شعبان وزي شبعان وزي جوعان، دليل تمحض الصفة يعني. صفوان يعني شديد الايه؟ الاملس بشدة يعني. صفوان عليه تراب فأصابه وابل، فتصور انت صخرة شديدة الملوسة ثم عليها تراب، فنزل عليها وابل، مطر شديد، هل يبقى عليها شيء؟ كذلك أنت كلما مننت على الذي تصدقت عليه أو آذيته، يكون هذا سببا لزوال أثر الصدقة عند الله، كزوال أثر التراب من على هذا الصفوان. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، الوابل هو المطر الشديد، فتركه صلدا يعني ايه؟ نظيفا خاليا من اي شيء عليه، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يعني لا يستطيع ان هو يجد اثر لاي شيء مما فعل، والله لا يهدي القوم الكافرين. كأن المن والأذى يبطل اثر الصدقه، فلا يبقي لها اثر اصلا. يلا يا سيدي. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يعني يراعي الآداب في الصدق، وهو أنه يتصدق من حلال إلى مستحق، ولا يمن عليه ولا يؤذي،
ويبتغي بذلك وجه الله. مثاله كالذي إيه؟ كمثل جنة بربوة. جنة يعني إيه؟ يعني أرض مملوءة بالأشجار والنباتات الإيه؟ المثمرة المفيدة. سميت جنة لأنها الأشجار تخفي أرضها من كثرة كثافة الزرع. فالجنة إيه؟ لأنها جاية من الجنة، والجن كل ما كان خفي زي الجنين لأنه مخفي في بطن أمه، والجن عشان مخفي، والجنة علشان الزرع بيخفي الأرض ما تشوفش إيه الأرض من إيه من كثرة الزروع وهكذا. فكلمة فالجيم والنون تدل على الخفاء، الجيم والنون زي جنة، 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 ها؟ ها؟ وجنة وقاية يعني، كل دي تدل على إيه الخفاء. يبقى مثلها كمثل جنة يعني إيه أرض خصبة ممتلئة بزرع أخفى آثار الأرض من كثرة إيه كثافة الزروع المفيدة اللي فيها. أصابها وابل يعني إيه أصابها مطر من السماء فتزداد إيه خصوبة ونماء. فآتت أكلها ضعفين يعني آتت ثمرتها إيه ضعفين مضاعفين. فإن لم يصبها وابل فطل، فإن لم ينزل عليها مطر فطل اللي هو إيه اللي هو الندى، آثار الندى الذي يكون إيه في آخر الليل بسبب ترشح الماء بخار الماء من الجو فيترشح على أوراق النبات فيسقيه يسمى طل. والله بما تعملون بصير. بصير بمن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله، وبمن لا يبطل صدقته بالمن والأذى. كمثل جنة بربوة قراءة ابن عامر وعاصم، أما باقي القراء يقولوها بربوة بربوة بضم الراء. فآتت أكلها ضعفين، نافع بن كثير وأبو عمرو يسكن الكاف يقول فآتت أكلها، فآتت أكلها ضعفين. فإن لم يصبها وابل فطل، والطل اللي هو الندى. والله بما تعملون بصير. يلا يسكن. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وهذا أيضا مثال ضربه الله ليبين الذي يفسد أعماله الصالحة بحيث أنه إذا لقي الله لا يجد لها أثر وهو يكون أفقر الناس إليها وأحوج الناس إليها. كمثل إيه؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب اللي هي الأعمال الصالحة تشبهها بالجنة الممتلئة بالأشجار والثمار لأن دي الأعمال الصالحة. تجري من تحتها الأنهار التي تمدها بإيه؟ بكمال قوتها وكثرتها. له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر ثم فقد قدرته على الكسب. وله إيه؟ ذرية ضعفاء ويعول ذرية ضعيفة. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فاحترقت وقتما كان أحوج الناس إليها لعجزه عن الكسب ولاحتياجه للنفقة على من يعوله. فكذلك الإنسان الذي يضيع ثواب عمله يوم القيامة يأتي يوم القيامة أحوج ما يكون إليه ولا يجد له أثر. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقرأ ذكري الغافلون